تتوالى فصول الانهيار في لبنان تباعاً، وآخرها ما يطال القطاع الصحي الذي بات على شفير الموت بعد تهديد المستشفيات بوقف استقبال مرضى الضمان. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يوافق على تجديد العمل بالسلوفات لسنة 2022، وبالتالي فإن المستشفيات لم يصلها أي دفع عن شهري كانون الثاني وشباط. وفي هذا الإطار أعلنت نقابة المستشفيات عن عدم قدرة على تحمل تداعيات انقطاع السلوفات الشهرية عنها، كونها تعاني من مشاكل مادية وباتت مضطرة إلى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقدا. إن نقابة المستشفيات تناشد مرة جديدة وأخيرة مجلس إدارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فورا على تسديد السلوفات للمستشفيات بدءا من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على أولا استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءا من الأسبوع المقبل، ثانيا أما فيما يتعلق بمرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات أي فروقات مالية إضافية، فسوف تضطر إلى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه أصبح متعذرا عليها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية، وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءا من أول شهر نيسان المقبل. كل مقومات الصمود نفذت، وحتى تحميل المرضى فروقات الاستشفاء بات شبه مستحيل، فلا قدرة لديهم على الدفع. أزمة بين الطرفين تتطلب معالجة سريعة لمنع كارثة تطال الناس في أرواحهم.